بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، حياكم الله أعزائي المشاهدين في برنامجكم إيمانيات، وحديثنا عن آداب اللباس والزينة. الله سبحانه وتعالى قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فبين الله عز وجل كل شيء على ما يتعلق بأمور الدين وأمور الدنيا وكيف التعامل في ذلك والضوابط، حتى أمور الزينة بينها الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل في اللباس هو الإباحة والحلال إلا ما حرمه الله عز وجل. قال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال كما قال عليه الصلاة والسلام، فالله يحب الجمال، وكذلك في الحديث: إن الله يحب إذا أنعم على عبد أن يرى أثر نعمته عليه. فلابد الإنسان يتزين ويتجمل، ولكن بضوابط الشريعة. أولا أنه يجتنب الإسراف، فإن الإسراف محرم. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الإسراف هو التجاوز في الحد، أن الإنسان يتجاوز في هذه المباحات حتى يقع في التعدي والحرام بما لا حاجة له فيه، ويستكثر من هذه الأشياء بغير حاجة، وربما يبددها ويلقيها وهكذا، ربما يعني شهرة، وهذا أمر مذموم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. يدور أن يشتهر أمام الناس، يتميز بشيء معين عن عادات المجتمع حتى يشار إليه، وهذا مذموم. فلابد الإنسان يلبس لباس ما اعتاده مجتمعه، وإن كان فيه الزينة والجمال في المظهر لا حرج، هذا من المطلوب، الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن لا يكون شاذا على المجتمع. الشذوذ هذا هو الشهرة. كذلك فيما يتعلق بضوابط وآداب هذا اللباس، أن الإنسان لا يقع بحرام. من ذلك أن يلبس الرجل الحريرة والذهب. النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما رفع الذهب والحرير، قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي وحلال على إناثها. المرأة تلبس ما شاءت من الحرير والذهب، إلا أنه حرم على الرجال فلا يحل. وكذلك من آداب اللباس أن كلا الجنسين، الرجل والمرأة، لا يحل لواحد منهما أن يتشبه بالجنس الآخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. المخنثين من الرجال أي الذين يتشبهون بالنساء، والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال، هذا لا يجوز. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. فالتشبه بالجنسين باللباس فإن هذا من الأمور الكبيرة التي يستحق صاحبها اللعنة، أي الطرد والإبعاد من رحمة الله. ابقوا معنا أعزائي المشاهدين، نأخذ فاصلا ونعود إليكم. حياكم الله أعزائي المشاهدين،
ونواصل الحديث عما يتعلق بآداب اللباس والزينة. ومن تلك الآداب أن الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على ما رزقه من هذا اللباس، فإذا لبس يقول بسم الله، وكذلك إذا خلع يسمي يذكر الله عز وجل في لباسه وفي خلع اللباس. ذكر العلماء هذا من الآداب. وكذلك أن يبدأ باليمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس اليمنى وإذا خلع خلع اليسرى، كذلك حتى في إدخال الكمين تدخل اليمين ولما تخلع تخلع الأيسر أولا. وكذلك أن الإنسان إذا رزق بثوب جديد أن يحمد الله، الحمد لله الذي ألبسني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك لمن لبس جديدا. جارية صغيرة لبست ثوبا جميلا جديدا، فكان يكنيها النبي صلى الله عليه وسلم أم خالد، فقال يا أم خالد البسي وأبلي سناه سناه، أي حسنا، وهذا بلغة الحبشة، قال البسي وأبلي يعني أخلق الثوب مثل ما نحن نقول تقطع بالعافية. فالشاهد أنه صلى الله عليه وسلم دعا لها. وكذلك يقال لمن لبس جديدا لبست جديدا وعشت حميدا ومت شهيدا، يدعى له كذلك. وأيضا من آداب اللباس والزينة أن الإنسان يجتنب كل ما كان محرما في ذلك بزينته. فالمرأة لا تتعطر وتخرج أمام الرجال من غير المحارم، العطر الذي له رائحة، فهذا لا يحل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يشهدن معه الصلاة العشاء إذا تبخرت الواحدة منهن حتى لا يجدون ريحها، يعني الرجال. كذلك مما نهي فيما يتعلق بالزينة الوشم، لعن الله الواشمة والمستوشمة. والوشم هو غرس أن الجلد هذا أن يغرز في داخله الكحل أو نحو ذلك فيتغير لونه إلى الخضرة يصير أخضرا، أو كذلك يكون أسودا، هذه البقعة تبقى في الجسم، فالوشم حرام وهو كبير من كبائر الذنوب. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تفليج الأسنان. تفليج الأسنان هو تفريقها بعضها عن بعض من باب الحسن والتجمل في ذلك، لعن الله المتفلجات للحسن كما جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود. وغير ذلك من الأمور التي جاءت حدودها وضوابطها فيما يتعلق باللباس والزينة، فالإنسان يقف عند حدود الله فلا يتعداها، كما قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. فالله سبحانه وتعالى حد حدودا فلا يحل لنا أن نتعداها، حتى ولو كان في اللباس والزينة والتجمل، فالإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل. كذلك النظافة في البدن وفي الثياب، دخل رجل ثائر الرأس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما يجد هذا ما يسكن به رأسه، فلابد من الاغتسال والتطيب. قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء كما قال صلى الله عليه وسلم، وكان يكره أن تشم منه رائحة كريهة صلى الله عليه وسلم، فلابد أن يتعاهد الإنسان نفسه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأدب الحسن وأن يوزعنا أن نشكر نعمته التي أنعم علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.